راح نبدي طلاب هسه على المحاضرة بس يجي الكهرب. ست. نعم لو. نعم يا عبيدة يا عبيدة تسمعني؟ سدوا المايك يا طلاب. نعم ست. نعم سدوا المايكات اسمعوني. نعم آخر موضوع طلاب شرحناه كان الاحتلال، قلنا الدولة العثمانية على العراق، تمام؟ كملنا عدكم الدولة العثمانية؟ نعم كملناها أتوقع. يعني نعم يعني نبدي بالاحتلال الصفوي الثاني على العراق. نعم تسمعوني طلاب؟ ست الاحتلال الصفوي اخذناه له بالبداية. لا الثاني، ما راح يجينا احتلال صفوي ثاني ابني، راح يجينا احتلال ثاني. يعني ست هم اثنين احتلالين صفوي و انتبه علي، اكو احتلالين، الاحتلال الصفوي الاول اللي اخذناه شرحناه، هسه راح ندخل بمرحلة جديدة من الاحتلال اللي هو الاحتلال الصفوي الثاني، واضح؟ بس قلولي التوسع العثماني كله كملناه في الخليج العربي وفي المغرب؟ ست كله كملناه. زين نبدي بالاحتلال الصفوي الثاني على العراق والخليج العربي. بدأ الاحتلال طلاب، نعم بدأ الاحتلال الصفوي الثاني. احنا كان عندنا اذا تتذكرون احتلال صفوي اول، وقت اللي هاجم على مناطق من الوطن العربي. اما الاحتلال الصفوي الثاني جاء بعد الاحتلال العثماني، عندما جاءت الدولة العثمانية واحتلت مناطق من الخليج من الوطن العربي، احتلت الجزء الافريقي قلنا والجزء الاسيوي، سيطرت على مناطق وكانت من هذه المناطق. ست جغرافيا ولا تاريخ؟ لا تاريخ هسه عاد نشرح. تاريخ طلاب عندنا اليوم. زين اسمعوني طلاب. فبعد أن توسعت الدولة العثمانية في المغرب العربي وبعد أن احتلت على مناطق واسعة، كانت واجهت الدولة العثمانية صعوبات في المغرب العربي. أعتقد هذا ما شرحته عندكم طلاب، تمام؟ آسف ما شرحتي. آسف ما شرحتي لنا هو. إيه لكن ليش تقولوا لي شرحناه كله؟ التوسع العثماني في المغرب العربي ما شرحناه، فنبدي نشرحه ونكمل. آسف ما شرحنا. نعم واجهت. ست بس تسمحي. نعم تفضل عبيدة. صورتك ماكو. نعم. صورتك ماكو. صورة؟ صورتك ست ماكو. نعم هسا ترجع. هسا ترجع الصورة ونبور شوية الكهرب مطفي. يعني على ما بس يجي الكهرب هسا دقائق ويجي الكهرب. نحن نكمل حتى لا تفوتنا وقت المحاضرة. زين فنتكلم عن الاحتلال العثماني. عندما احتلت الدولة العثمانية تذكرون شلون جاءت إلى الخليج العربي واحتلت مناطق من الخليج العربي، وكان هناك قادة صدوا الاحتلال العثماني في الخليج العربي. بدأت الدولة العثمانية باحتلال جديد، وكانت المغرب الحصة الأخرى من الاحتلال الدولة العثمانية عليها. لكن طلاب الدولة العثمانية في المغرب العربي
واجه الصعوبات، علل ذلك. علل: واجهت الدولة العثمانية صعوبات في المغرب العربي، ما هو السبب طلاب؟ ما هو السبب؟ ها طلاب، لماذا واجهت الدولة نعم من ظروف الانقسام. ايه، منو كان هنا؟ من كان هناك في المغرب؟ من كان في المغرب العربي طلاب؟ الإمبراطورية البيزنطينية. لا ابني، لا لا، ما الإمبراطورية البيزنطينية. الدولة العثمانية عندما هاجمت المغرب العربي واجهت صعوبات، ما هو سبب الصعوبات؟ وذلك بسبب وجود الإسبان. كان هناك بالمغرب العربي الإسبان باعتبارها من القوى الأوروبية القوية، لذلك الدولة العثمانية واجهت صعوبات عندما احتلت المغرب العربي، وذلك بسبب وجود الإسبان وبعض القوى الأوروبية الاستعمارية الأخرى في البحر المتوسط، وفي ويعني اللي كانت سيطرتهم شاملة على موانئ الخليج العربي. فهذا علل، هذا مهم. كنجاب الوزاري علل يعني ضعف أو ضعفة الدولة العثمانية عندما هاجمت آل المغرب العربي، وذلك بسبب وجود الإسبان والقوى الأوروبية الأخرى التي كانت متواجدة في البحر المتوسط وموانئ عديدة من الخليج العربي. بعد ذلك طلاب، قد تمكن العثمانيون من التغلب على الصعوبات، ولكن بالرغم من ذلك العثمانيون طلاب تمكنوا من التغلب على هذه الصعوبات. واضح؟ يعني كان هناك مواجهة من قبل أهالي المغرب، وكان هناك اتفاق مع الدولة العثمانية. ليش؟ لأن العثمانيون تغلبوا على الصعوبات على المغرب بطلب من سكانها لإنقاذ بلادهم من المستعمرين الأوروبيين. من ساعدهم من هذا؟ سكان المنطقة نفسها اللي هم سكان المغرب العربي. واضح؟ بعد ذلك طلاب، سيطروا الدولة العثمانية على ليبيا وتونس والجزائر. بعد ذلك سيطروا على ليبيا وتونس والجزائر، ولم يتمكنوا من هذا إلا بعد أن حكموا عليها حكم مباشر، حكموا عليها حكم مباشر، وبعد ذلك أصبحت تابعة لهم. هذه التفاصيل كانت شاملة لجميع مناطق المغرب العربي ما عدا منطقة أو دولة واحدة. من هي هذه الدولة التي بقيت خارجة عن سيطرة الدولة العثمانية؟ هي دولة مراكش. دولة مراكش بقت هي من الدول المغربية التي بقت خارجة عن سيطرة الدولة العثمانية، والتي اصطنعت لنفسها أو يعني ماذا عملت؟ صدت الدولة العثمانية بسبب امتناع أهلها عن الاعتراف بشرعية السيادة العثمانية. يعني إذا جاءك سؤال يقول لك لماذا بقيت دولة مراكش بعيدة عن السيطرة العثمانية، راح تكون الجواب لأن سكانها كانوا معارضين أو لم يستسلموا لسيادة الدولة العثمانية، لذلك راح نلاحظ وجودها بعيداً عن سيطرة الدولة العثمانية اللي هي أي دولة؟ قلنا دولة مراكش. بعد ذلك طلاب، ظلت هذه المنطقة مستقلة عن السيطرة العثمانية طول قرون عديدة. واضح طلاب؟ واضح طلاب؟ السيطرة العثمانية على المغرب العربي؟ أكو طالب عنده سؤال؟ نعم شيخ. أكو طالب عنده؟ أكمل؟ صفحة 19. أيش في صحيفة 19؟ صفحة 21. نعم. الآن سوف ندخل طلاب إلى الاحتلال الصفوي الثاني على العراق والخليج العربي. الاحتلال الصفوي الثاني على العراق والخليج العربي. طبعا هذا الاحتلال عاد بعد أن ظهرت عندنا السيطرة العثمانية.
على الرغم من أن السيطرة العثمانية على العراق، فإن الاطمئنان أو الأطماع الصفوية استمرت. في تلك الفترة تميزت الحياة السياسية طلاب في العراق أيام السيطرة العثمانية. بماذا تميزت؟ أو ما هي أو حال العراق أيام السيطرة العثمانية؟ بماذا تميز؟ تميز بالاضطرابات والفوضى السياسية. الاضطرابات والفوضى السياسية. من أين جاءت هذه الاضطرابات والفوضى السياسية طلاب؟ من السيطرة العثمانية. نعم، جاءت هذه الاضطرابات بسبب زيادة مساواة الحكم العثماني. نعم، جاءت هذه الفوضى السياسية بسبب سيطرة الدولة العثمانية ومجيء الأمور التي كانت يعني أمورها فوضوية. لأن مثل ما ذكرت لكم الدرس السابق أن عندما جاءت الدولة العثمانية للحكم جاءت متشتتة، أرادت أن تسيطر على مناطق واسعة من الوطن العربي، أرادت أن تسيطر على العراق والخليج العربي ومصر ومغرب وإلى آخره من الدول. بهذا الأمر أو بهذا التشتت كان هناك يعني ضعف أو يعني مثل ما نحن نقول بالعامية خربطة في الأمور، لم يكن هناك تنظيف في الأمور عندما جاء الاحتلال العثماني. وإضافة إلى ذلك طلاب، كان هناك بعض الدول التي تحت الحكم الصفوي وتحت الحكم الأوروبي الهندي الهولندي العفو الإسباني. لذلك الدولة الصفوية انتهزت هذه الفرصة، انتهزت أمور الفوضى والتفكك التي عاشته البلاد أنذاك، وعادت وسيطرت من جديد على أجزاء من الوطن العربي. واضح طلاب؟ فازدادت مساوئ الحكم العثماني، ازدادت مساوئ الحكم العثماني بالتشتت، تدهورت الأمور، السكان من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، حتى من النواحي الثقافية. تدهورت أمور السكان من جميع مجالات الحياة الطلاب، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية. هذا الأمر من أين جاء؟ جاء من تشتت أو مساوئ حكم الدولة العثمانية. يعني جاء كل هذا التفتت من مساوئ حكم العثمانيين. لذلك نلاحظ هناك فوضى في من جميع جوانب الحياة، سياسية، اقتصادية، ثقافية. حتى أن ضباط الشرطة، جاءنا ضابط من الشرطة جديد هو بكر صوباشي، سيطر على الحكم عام 1621. إذا نرجع نعيد طلاب، ما هو سبب مجيء الاحتلال الصفوي الثاني؟ وذلك بسبب الحكم السيء أو تشتت الحكم عند الدولة العثمانية. فانتشرت الفوضى، انتشرت التدهور في الأمور، ازدادت مساوئ الحكم العثماني. هذا الأمر أدى إلى ماذا؟ أدى إلى تخلخل الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. جاءنا شخص يدعى بكر صوباشي، سيطر على الحكم عام 1621. الآن سوف تبدأ الحياة الصفوية الثانية مع يعني التغلب على الدولة العثمانية. اضطرت السلطات العثمانية إلى الاعتراف. أول أمر ماذا عملته الدولة العثمانية طلاب العثماني؟ ماذا عملوا؟ اعترفوا بأن بكر صوباشي هو والي على بغداد. يعني أول نقطة للضعف هو اعترافهم بأن بكر صوباشي أصبح واليا على بغداد. واضح طلاب؟ قد تسمعوني؟ نعم ست. أكو طالب عنده سؤال؟ لا ست. لا ست. نعم. فاعترفت الدولة العثمانية، اعترفت الدولة العثمانية بأن بكر صوباشي هو أصبح واليا على بغداد، واليا على بغداد. لكن طلاب، أطماع الصفويين سرعان ما وجدت أن الأحداث الفوضى والاستيلاء على العراق
يعني صعبة، يعني أشوجت السلطات الصفوية، حست بأنه السيطرة على العراق ستكون صعبة مع هذا التدهور، فماذا عملت؟ عملت على إرسال الشاه عباس الصفوي جيشا لاحتلال بغداد. يعني في الوقت نفسه ماذا عملت؟ أرسلت مع الشاه اللي هو عباس الصفوي، أرسلت له معه جيش وقالت به إنه اذهب واحتل أو سيطر على بغداد، في الوقت التي هي حست إن هذه الأمور ستكون صعبة وإن السيطرة ستكون صعبة، لكنها بالرغم من ذلك أرسلت الجيش مع الشاه عباس الصفوي لاحتلال بغداد. فاستعد صوباشي للمقاومة. منو كان أكو في بغداد في تلك الفترة؟ كان هناك في بغداد الصوباشي اللي عينون واليا على بغداد. دام هناك حصار طلاب في بغداد ما بين قوتين اللي هما الشاه عباس الصفوي وبكر صوباشي اللي كان هو أصبح والي على بغداد. دام هناك صراع ما بين القوتين وحدث هناك حصار، طال أمد الحصار إلى 13 يعني شهرا، يعني 3 أشهر أصبحت بغداد محاصرة من قوتين عظيمتين لمدة 3 أشهر. طبعا في هذه الفترة ماذا سوف يحدث؟ يعني عندما يكون هناك حصار طلاب ماذا سوف يحدث؟ سيكون هناك تشتت وانهزاء، يعني تدهور طلاب. طلاب تسمعوني؟ طلاب يمكن راح النت يا المدرسة. جا تسمعني ابني؟ نسمعك. نعم انفصل النت ورجع، شوية النت ضعيف. نعم رجع. ففي هذه الفترة طلاب عندما تحاصر بغداد من قوتين اللي هو بقيادة بكر صوباشي وجاءنا الآخر اللي هو الشاه عباس الصفوي، يعني الصفويين والعثمانيين، حاصرت بغداد 3 أشهر. ماذا حدث لأهالي بغداد طلاب؟ طبعا استاء أهالي بغداد من هذا الحصار وتدهورت الأمور داخل القرى أو المدن البغدادية، تدهورت الأمور. ما هو سبب تدهور الأمور؟ وذلك بسبب الحصار الذي أدام عمره. فحدث هناك تدهور في الأهوار ويعني في الأمور كثيرة من الحياة. في إحدى من الليالي يذكر في كتابك إن القائد أو الوالي بكر صوباشي في إحدى منها تلك الليالي سلل محمد بكر صوباشي وإلى خارج القلعة، يعني سلل محمد بكر صوباشي إلى خارج القلعة وسلم نفسه للقائد الصفوي. القائد الصفوي سلم القلعة للقائد الصفوي، يعني بكر صوباشي شاف نفسه بأنه ما بقد المسؤولية، فماذا عمل؟ هرب، مكتوب تسلل إلى خارج القلعة طبعا وسلم القلعة التي كانت مدفوعة، التي كان يعني هو مكلف أن يدافع عنها. هو إيش عمل بمكان ما دافع عنه؟ إيش عمل هو؟ هو انهزم، يعني خرج وعاف القلعة. هكذا احتلت القوات الصفوية القلعة. طبعا الصفويين من شافوا بأنه القلعة فارغة لا والي لها ماذا عملوا؟ وجاءوا واحتلوا عليها. فاحتلوا بغداد القوات الصفوية عام 1600 أو عام 1623 احتلت القوات الصفوية بغداد. بعد ذلك أول ما احتلت القوات الصفوية بغداد ماذا فعل الطلاب؟ قبضوا على الشاه بكر صوباشي وقتلوه في الوقت نفسه. واضح طلاب؟ أول ما اتسلموا القوات الصفوية بغداد ماذا فعلوا؟ قتلوا الشاه البكر صوباشي، قتلوا قبضوا على الشاه على بكر صوباشي وقتلوه. بالوقت نفسه ماذا عملوا عندما قتلوه؟ كرموا والده الخائن، يعني أعطوه هدايا. ليش؟ لأن من ساعدهم في احتلال بغداد؟ كيف قتلوه بسبب والده الخائن؟ نعم،
هي مقتلونه يعني هو ابن بكر الصباشي تسلسل خارج السوق. نعم، منو اللي ساعد؟ منو اللي ساعد؟ منو هو ابن بكر صباشي ساعدهم بهذه المؤامرة؟ لذلك في اليوم اللي قتلونه كرموا ابنه. أتفهمون؟ أنت معي طلاب؟ ست اسمعي لي ست؟ نعم ست؟ نعم ست، والله آسف وأعتذر معك ست، بس والله نت عندي كلش ضعيف. إيش ما نحن يعني نطلع ونفوت والله كلش ضعيف. نعم إن شاء الله المحاضرة مسجلة راح ندزها، ما بعثوا لكم تبليغ راح ينزلون المحاضرة على قناة الفردوس. والله ما أعرف ست، بس يعني ست والله آسف بس والله كلش ضعيف يعني. إيه ست القناة اسمها متميزات ومتميزين الفردوس. إيه وأنتم؟ هي أستاذ محمد دزل رابط. دزلكم رابط؟ على واحد يبعث الرابط ما في الاخ. ارجع على واحد يبعث الرابط ما في الاخ. ارجع على جروب راح تخشع الرابط. تدوس على احول الرابط بس. شكرا شكرا احمد. ماشي شكرا احمد. يعني هاي القناه حتى ترجع وتشوف الفيديو مسجل. ترجع وتشوف الفيديو مسجل موجود بيا في وقت اللي فوتك. واضح؟ بس انتم اذا كنتم اونلاين كثير احسن لان تطيقون تسالون تستفسرون. واضح؟ نرجع على درسنا. هو ايه تمام ست. نعم. بغر انا كنت طلعت في فوت بغر النت كان عندي ضعيف. نعم هسه راح ارجع اعيد لك هي ان شاء الله بس اكمل الشرح. فبالوقت نفسه عاد كرموا ابنه الذي هو اللي دبر المؤامره واغرقونه بالهدايا. طبعا يعني اشنو طمعونه بالهدايا لان هو غدر بهم سلمهم القلعه او اعطاهم القلعه اللي هو كان مسؤوليته يدافع عنها. في تلك الفترة طلاب، في تلك الليلة اللي حدثت في بغداد، بعث الشاه بقوات، بدأ بقى أشنو يمد احتلاله، بعث قوات احتل كركوك، بعث قوات احتل الموصل، يعني من احتل من سيطر على القلعة، من سيطر على بغداد، بدأ بقى أش يحتل كركوك، يحتل الموصل. أما البصرة، لكن جد يحتل البصرة، لم يستطع أن يحتل البصرة، وما هو السبب؟ لقد فقدت أو فقد أو ماذا يعني حصل في البصرة؟ قامت الغزو الصفوي. أما البصرة فقط قاومت الغزو الصفوي، يعني البصرة فقط بقيت مقاومة للغزو الصفوي. ما هو السبب؟ وذلك بسبب وجود قائد ضابط عثماني قوي هو أفراسياب. أفراسياب هو ضابط عثماني من أصل عراقي، طبعا يعني طبعا هو عسكري ضابط عثماني من اصل عراقي. استطاع هذا الضابط ان يصد القوات العسكريه الصفويه. عرفوا ست؟ نعم عرفوا احمد. نعم احمد ست، وهو ضابط عثماني من اصل عراقي الذي نجح في اقامه سلطه مستقله في البصره خلال تعرض العراق الى الغزو الصفوي الثاني. نعم أحسنت أحمد. هذا تعريف وزاري، هذا راح أعطيكم إن شاء الله التأشير أنا، بس هذا التأشير لي علينا تعريف وزاري. بذلك يكون قد عاد بهذا الشرح طلاب، يكون قد عاد الاحتلال الصفوي الثاني على العراق. على العراق بعد ما دخلنا للخليج العربي، هون عاد إلى العراق وتحديدا بغداد. نرجع نعيد مراجعة سريعة، قلنا ما هو السبب طلاب؟ أنه عاد الاحتلال الصفوي وذلك بسبب سوء إدارة الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت من يعني الخطط التي وضعتها كانت أرادت أن تهجم وأن تسيطر على مناطق واسعة، فسوء إدارتها الأمر الذي دفع إلى مجيء الاحتلال الصفوي الثاني. والذي شجع الاحتلال الصفوي الثاني هو خيانة بكر صوباشي ابنه وسلم القلعة بيد الصفويين واستطاعوا أن يدخلون إلى بغداد وأن يسيطرون عليها. عندما سيطروا على بغداد سيطروا على الموصل وعلى كركوك وأرادوا أن يسيطرون على البصرة، لكنهم لم ينجحوا بسبب وجود الضابط العثماني اللي هو كان من أصل عربي، يعني من أصل عراقي طبعا، هو أفراسياب. واضح؟ فصدهم ومنع السيطرة عليهم
وتصدى للهجومات الصفوية الثانية. لهذه النقطة طلاب عندكم سؤال، أشر لي بكتابك، أشر لي على تعريف أفراسياب. بكر صوباشي تعريف، أشر لي علينه. بكر صوباشي أشر لي علينه ابني. إذا جاك علل، تمكن بكر صوباشي، تمكن بكر صوباشي من السيطرة على الحكم في بغداد عام 1621، من يجاوبني؟ ست. لا بسبب الزيارة. وين البقية؟ رائد بس عيد السؤال. السؤال كالآتي، هذا سؤال سجله عندك. تمكن بكر صوباشي من السيطرة على بغداد عام 1621، ما هو السبب؟ ها رائد؟ بسبب ال نعم، بسبب التدهور الذي كان يحصل في بغداد في نعم. العهد العثماني. نعم، ايش نقول؟ بسبب الاضطراب والفوضى، بسبب الاضطراب والفوضى، كما ازدادت مساوئ الحكم العثماني وتدهورت الاوضاع. هاي عندك هي اول اربع اسطر بالكتاب جلوطني. اول اربع اسطر عندك هي بالكتاب. ايش راح تكتب؟ بسبب تدهور الفوضى، بسبب تدهور الفوضى وزيادة مساوئ الحكم العثماني، واضح؟ تدهور أوضاع السكان في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أدى هذا الأمر إلى سيطرة بكر صوباشي على العراق عام 1600 أو على بغداد عام 1621. راح أشر لك إياه هسه على الكتاب. نعم. اكو طالب عنده سؤال بس هاي وصبي اسرع حرشعك هي اسرع حرشعك هي ابني بس يجي الضوء اسرع اشر لك هي اول اربع اسطر من الاحتلال بغداد اول اربع اسطر من احتلال بغداد انتبهوا معي طلاب انتبه علي السؤال سجلتموه عندكم تمكن بكر صوباشي من السيطرة على الحكم عام 1621 ما هو السبب؟ اكتب لي واحد بسبب الاضطرابات والفوضى ازدياد مساوئ الحكم العثماني وتدهور أوضاع السكان النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا هو الجواب شفتموه؟ رجعتم طلاب؟ نعم واضح؟ الآن بعد أن تكلمنا عن الأحداث التي حدثت في بغداد وكيف سيطر عليها في تلك الليلة ننتقل إلى انحصار التوسع الصفوي وعودة السيطرة العثمانية لقد سيطر طلاب الصفويين والعثمانيون على العراق مرات عديدة يعني كان هناك عملية كر وفر سيطروا في وقت من الأوقات سيطروا العثمانيين على العراق بعد ذلك سيطروا الصفويين على العراق بعد ذلك سيطروا فكانت هناك حياة كر وفر
ما بين القوتين، يعني العراق أصبح مستلم من قوتين مسيطرتين، العثمانيون والصفويون. لذلك الهدف من هذا الاثنين القوتين كانت أن تريد أن تحقق أطماعها التوسعية على بغداد. لذلك أرسلوا العثمانيون الحملات عديدة على بغداد وأرادوا أن يسيطرون على جميع المنافذ لبغداد، لكنهم هذه المحاولات باتت بالفشل. يعني أكثر من مرة أرادوا أن يرسلون العثمانيون حملات والعسكرية والسفن والإرسالات كانوا يفشلون. يعني القوة العثمانية صحيح هي من الدول الأقوياء اللي سيطرت، لكن في بعض من الأحيان في الأمور العسكرية كانت تفشل، والسبب في ذلك سوء الإدارة وسوء ترتيب الأمور مثل ما ذكرنا الأسباب سابقا. لذلك طلاب، قرر السلطان مراد الرابع، ظهر عندنا شخص آخر اللي هو السلطان مراد الرابع عام 1638 من قيادة حملة عسكرية كبيرة استطاع من خلالها أن يحتل بغداد. السلطان اللي عندنا اللي ظهر مراد الرابع قاد حملة عسكرية كبيرة استطاع من خلالها أن يسيطر على بغداد بعد انسحاب القوات العثمانية، العفو القوات الصفوية منها. يعني أراد السلطان مراد الرابع أن يحتل بغداد متى؟ بعد أن سيطرت أو انسحبت القوات الصفوية منها. وعد السلطان مراد الرابع طبعا ماذا أعد؟ أعد تنظيم جيد من الإدارة، سلحها بأسلحة، بأنظم الأسلحة، وضع خطط جيدة للتصدي. يعني من بيجي اللي يريد يقود حملة يجب أن يكون هناك تنظيم مسبق. السلطان مراد الرابع نظم الإدارة والجيش وأصدر أوامر بالدخول في مفاوضات مع الصفويين. زين، فتمت هذه الأمور، اتفقوا الأمور على أن يخرجون بمعاهدة مهمة. ما هي هذه المعاهدة؟ طبعا هذه المعاهدة كلش مهمة ووزارية طلاب، انتبهوا لي عليها الله يرضى عليكم. المعاهدة هي خرجوا باتفاقية على أن يتفقان الطرفان على أمور، نصوها هذه الأمور في معاهدة مهمة. من هي هذه المعاهدة؟ سميت معاهدة ذهاب. معاهدة ذهاب عقدت عام 1939 من المعاهدات المهمة التي يعني وضعها طبعا مراد الرابع عندما أراد أن يسيطر على بغداد. فماذا فعل؟ أراد أن يدخل بمفاوضات مع الصفويين لتثبيت حدود العراق الشرقية، فعقد معاهدة ذهاب. هذه كلش مهمة المعاهدة طلاب، معاهدة ذهاب. معاهدة ذهاب عام 1939، وفيها تعهد الشاه بعدم التدخل. انتبهوا بهاي المعاهدة، تحفظوها كلش مهم. بهاي المعاهدة طلاب، معاهدة ذهاب، تعهد الشاه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وعدم التعرض لمن للقلاع والحصون الحدودية. يعني تعهد الشاه بهاي المعاهدة بأنه ما راح يتدخل بشؤون العراق ولا أن يهاجم على الحصون والحدود للعراق، لكن وعدم تشجيع الحركات المناوية للعثمانيين في شمال العراق. وقد وضعت هذه المعاهدة الأساس لفي معاهدة الحدودية ما بين العراق وبلاد فارس. يعني هاي المعاهدة هي كانت كلش مهمة، أريدك تحفظها، بأنه الشاه تعهد بإيش؟ بأنه ما يتعرض لحدود العراق وما يتدخل بشؤون العراق الداخلية وما يعني ما يهاجم على الحدود. هذه اللي نص الشاه في تلك المعاهدة. هل الشاه فعلا التزم بماذا جاء به بمعاهدة ذهاب؟ هل الشاه فعلا يعني طبق ما جاء في المعاهدة؟ راح نلاحظ هذا الشيء خلال الشرح. لقد كان الصراع العثماني والصفوي أثر بعيد على واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، وكانت الحروب الكثيرة بين الصفوي والعثمانيين وما رافقها من دمار وتخريب.
وعدم استقرار. بهذه الفقرة ايش يقول لك الصراع العثماني الصفوي دمر العراق وعكس ايجابي سلبي على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالعراق. الحروب الكثيرة التي دارت ما بين الطرفين كانت من الحروب القوية ومن الأمور الصلبة التي أثرت على العراق، أثرت على ثقافة العراق، على سياسة العراق، على حياته الاجتماعية. لذلك انتشرت الأوبئة في العراق، الأمراض كثرت، هناك الفيضانات، كثر هناك، دهورت الأمور من جميع جوانب الحياة. ما هو السبب؟ وذلك بسبب الصراع العميق الذي دار ما بين العثمانيين والصفويين على هذه البقعة الجغرافية. لهذه النقطة طلاب، واضح عندكم الشرح؟ أكو طالب ما افتهم؟ افتهمتم طلاب؟ نعم واضح. محمد قتيبة ما سمعت صوتك اليوم. محمد قتيبة تسمعني؟ واجبكم طلاب إن شاء الله راح يكون إلى المفكرين أو إلى النهضة العربية الحديثة. نعم. يعني راح يكون واجبكم من التوسع في الخليج العربي. نعم. استعادي واحد يدرس يعني بالملزمة. عندك ملزمة درس بيها بكيفك. راح أعطيكم إن شاء الله ملخصات. أنا راح أعطيكم إن شاء الله. راح أعطيكم ملخصات إن شاء الله. يعني ست سنوات بنتي من عندك اسمه ملازم يعني ندرس عليها مدار الكتاب. أنا ما عندي ملازم، أنا عندي أسئلة. المواضيع. عندي أسئلة وزارية أنا كنت جمعتوها، أسئلة وزارية مهمة أعطيك هي بس ما هالساعتها. أريدكم تدرسون الكتاب لأن أنتم وزاري، ما أريد حرف ينقطع من عندكم. واضح؟ واضح طلاب؟ يعني أريد تدرس الساعة الكتاب تأشر على يعني هذا كتاب التاريخ ما الحدث المشكلة. بعدين أعطيك أحمد أسئلة وزارية أنا كنت عملتوها، أنا كنت جمعتوها الأسئلة الوزارية تعتمد عليها بالوزاري. واضح؟ يعني تدرسوها مع الكتاب. أساعدكم سؤال واجبكم الخليج العربي في العهد الصفوي إلى 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 وين؟ النهضة العربية الحديثة ما داخلة إلى هنا الواجب. أكو طالب عنده سؤال قبل ما أنهي الموضوع؟ طلاب؟ نعم. لا شت ما عندنا سؤال. نعم. درست معاهد الذهاب. يعني تعريف ست يعني. معاهد الذهاب. نعم معاهد الذهاب هاي تعريف تجيك. ست. نعم. واجبنا الخليج العربي في العهد الصفوي. نعم. والأوضاع الإدارية والسياسة الاجتماعية. نعم إلى النهضة، وإذا ما كملنا لحد ما نقف إلى النهضة العربية راح نشرح إن شاء الله. يعني من صفحة يعني من صفحة 19 آخر فقرة إلى نعم. صفحة 22 النهضة العربية ما داخلة. بالضبط. تمام. عشت. يلا شكرا طلاب، شكرا طلاب لكم، شكرا.